أدان ماتان ماتانو هذا دكتور سود وين ترى محصلية عري وان صار قلي وان قلي بام إنستغرام لايف بام سودو هذا سكن أقولنا كي مجد سوقلا أنا وقطف أقطع. شرعية ذي إنه حوي أنا كنت أذكر قفك توصق أنا لكن حوي قفك مجد مال مجد أنا أصدق هو الله ما شيء كذا. two شرعية كله وحلا يسكت يا إن لا تشوف صدق ده سواي مرمر وحنا كسارة and comments كا and three قف كان كهل إنه أم مجاله خورا أنا أم قل أو نجلا صعن سنس منه ونقول يعني hey يدعدي دعدي هو traditional دعدي نبلو. إلا مجرد تاني قد يقول آمين إلا رماتي قد يقول آمين صخر آمين شرعيه ده واكا شرعيه ده ورقاسة سكي سودو ومسخاوة سودو ومانديق سودو واسما ورهيا والله سو ولا قلي ما انت مرتعو لسبانيا هبيك سوحن سكوت ده إنان لبا أصحاب ته إنان إني سو بندقو شلي وحن أم هاد عيلينينا هورتا مروان يره ها مروان يره وحن أم هاد عيلينينا ساقالينا ساقال وحن أم هاد عيلينينا ليل باليل يس أو شلي مرتينوه ليل باليل عم بيك فان بيك فان بنونا هاي دمان تود عاونا مرتو حن إنينا the one and only مونا عمر حسن أبا صالح سنة تردي سنة تروينك إيه يو سيدي لان وبحكويال مربع ليلي هستو بوش علي هاي صفوان الله هستو حبلاها مرقورو صفوان مدخورو صفوان كالا بحبو بدشي حبراها مدخوران عليو كالا حبراها alright وحين سوق بنينا هوتا يش the one and only مر حسن live and direct from مقدش عدي غير مقدش انت نقول شرطو لنا وطواني ولا السلام ني غير مدينة انا ونو حسلامي ورتنا بالضبط سيواي ابو ابلا ويسوك الشيء السلام عليكم لوفت 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 يا تعالكي صابرة صابرة عليك السلام موك السلام ني من عمر حسن كسر دو and the one and only مطان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. هاوري سيادة في عنتاي. خير والله فعلا الحمد لله. سيادة. مركو مسؤولين لحد لا يو مطان عدكلو عدكلو يا شعب. عطوتكم بدل مادة. وانك هاد لها حبرها. وف بلو ميك اب وصوك لي سمسم بلو ميك اب وصوك بنيا. ورياسة حيقة بحسن سمسم حيقة بحسن حيقة بحسن السلام عليكم سنتر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وانكو سلام هذه يا أصحاب هذا دمان انت برنامج كدعونا إيسا إيه انت دعون دون تبا ما شاء الله حطو وحن قبل أبنا رمضان مبارك رمضان كريم إلهي السنة كسنة كسنة نقو قرسية بش بش يبرواق إن شاء الله آمين آمين مدام أي سؤاله أي نوبلا مدونا مردو وان كومنت كوان حنا لكن لوفت حاجة كسو بضيئة وانو حكا بغانا نا إن فريزنغ ونقضو أو فريزنغ منا مقدشة نوغا ورن هورتا يو كوبيك 19 نقد بجي يحالة داها يبندو دا وطا مغالدة نقد بجي والله هورتا محن مغالدة كشيغة بقران ما يسيدي بندو دا الله شيغة بما بحين وحاسيري سنة تردي بقى لقبتها لقوران دونا يسن لقيا لقوري بس هو على حلوي ما شاء الله ما شاء الله استي سي ويا بركة قوريك كوتشتا وحافظة اللي بودي تشوفها غفر نغم مشاقة تغفر او دمان بوركة هو قولها سريع يو قولها وصبا كل وقولها وصيره ده قولها انتي مركة شاقة ده وسعرات عافمات كي ورفافين تهي وحي شاقة كل مو يعني حوشة صعودها انت اذا كالولي وحالي ده اخو كسر لو زلت تدواني بايس سفيان وانو كاهينا انتازنا سؤاله يجب بلامنا يا هوتمونا سنتي دي سؤاله مدام مطانو سنتي هل دي مو والام سنو نبتو يقابل سي سعاش كل انا قابل سنة سنتر ما لما سؤالات مكاديك تقول الكي سنو هل كده واي اوكي واي سؤاش يدو قهر يا سموناي ان دادكي تبضني ان وحكوكو برتين صحافة دا سيفيا مركا وحنكاوي دي لا غورما صحافه نمدو سو سو غشاي او او اب
aad bilowday inaad wariye aad noqotid TV-ga SNTV-ga? Waxaan bilaabay 2000-kii markii shirkii carta uu yimi laga yimi ee lagu soo noqday magaalada Muqdisho. Ayaa 2000-kii waxaan ka bilaabay idaacad oran jiray Horn Afrique iyo weliba television ay lahayd, oo haddana mar kale bilowday idaacad labaad oo la yidhaahdo Capital Voice. Labada idaacadood, laakiin Horn Afrique baan ka bilaabay 2000-kii. Weligaa saxaafadda miyaa jecleed iyo wareysiga? Hooyaday markaan yaraynayna wareysanayso, hooyaday waxay ahayd macalimad waxbaratay. Markay warna wareysanayso, saddex wiil waxay dhashay, aniga iyo laba wiil bayna dhashay. Ay tiraahdo hooyo, maxaad wiilkayga weyn maxaad noqonaysaa? Isagu wuxuu oran jiray waxaan noqonayaa nin waxbartaa oo ganacsada ah. Kanaga yarna wuxuu ahaa samafalo iska jeclaa weligiiba. Anigu dadka waaweyn bana caawinaya buu odhan jiray. Mashaallah. Aniguna waxaan aad u jeclaa inaan noqdo looyarad iyo inaan noqdo saxafiyad. Laakiin saxaafadiiba noqday, looyarkiina meel dhexu igaga qabyoobay. Jacaylkii qabyoobay, saxaafadiiba maxaa yeesiisay? Iyo Abu Anjelani, Abu Anjelani waan arkay inuu soo galay. Abu Anjelani waan ku salaamay ninkii. Su'aasheeda labaad aan rabay markaa inaan ku weydiiyo, imisa sana xamar deganeed horta iyo magaaladee may waa soo bilaabay xaggaa ku dhalatay? Waxaan ku dhashay gobolkii Ragga, magaalada Burco. Togdheer. Reer Burco ku jirta dhammaantoodna waan wada salaamayaa. Way kaa wada qaadeen, anaa wada hadlaya dhammaantood. Goorma marka xamar, goorma u guurtay marka? Ma shaqa darteed baa u guurtay? Ma fasax, ma jacayl? Maya, xamar faamilkayga deganaa inta badan, waxaa isoo korisay inta badan oo la noolaa habrantii hooyada la dhalatay oo dhakhtarada oo xamar deganayd. Marka inta badan xamar baan joogi jirnay iyadaan la joognay. Markay qabtii dhacday oo dagaaladii idii dhaceen, xamar baana lagu soo celiyay, anagu waqooyi joognay, anagu yarba xamarna la keenay. Sidiiba ugamaan bixinba. Way. Waana imisa sanayn ka hadlayna hadda? Total marka la isku daro. Waa imisa sanaa total deganeed xamar markaa? Waxaan deganay 7-iyo-20 sannadood. Baan si rasmiya u deganay oona meel ka tegin. Way. Waxaan hadalladaadan ka dhadhamiyay, waxaad tiri gobollada waqooyiga. Ma gobollada waqooyiga mise waa Somaliland? Maya, anigu Somaliland baan kasoo jeedaa. Somaliland oo sigistigiina taqaano oo jamhuuriyad jirtay Somaliland la yidhaahda ahayd, haddana ah Somaliland oo dee dalka leh madaxweynaha leh ee one man one vote isku doorta ee kala dambeynta leh ee nabaddu ka jirtay ayaan kasoo jeedaa. Gaarna waxaan kasoo jeedaa Burco iyo Sheekh. Mashaallah. Su'aashaydii saddexaad, goormasi from saxaafi iyo wariye oo hobbigaaga ahaa jeclaad, goorma siyaasaddiina kusoo biirtay? Qofku markuu saxafi yahay inta badan waxaad arkaysaa wuxuu ku dhex jirayaa siyaasadda. Programadaydana inta badan intii hore waxaan dhalinyaronimaan ku galay anigoo yar, marka maweelooyinkaan ahaan jiray entertainmentiga sida fanko kalan aad u xiriirin jiray. Markii dambe oon xoogaa dee yaro weynaadeena waxaan galay qaybta siyaasadda, wareysiyada iyo interviewyadii waxaasan samayn jiray, oo haddaba YouTube ku jira interviewyadaydii. Marka sidaan saxa ugu jiray siyaasaddii oon interviewyadii u qaadayay, waxay igu dhalatay adiga ku dhaado qofkan maalin maalmaha kamid waxaan wareysanayay. Markay igu dhalatay marwada madaxweynaha mudane Xasan Sheekh Maxamuud, marwadiisa Saare Cumar Xasan, ayaan interview ka qaaday. Marka intii ay isdiyaarinaysay waxaan ka fekeray ma samayn kartaa in sida adiga lagu wareysto adigoo mas-uul ah? Waana ku guuleysatay? Automatically markiiba maskaxdeedu way qaadatay, iyada ku dhidaal markaa kala dashada ku yidhi waxaan doonayaa inaan siyaasadda ka mid noqdo. Iyada ma kugu dhiirigelisay markaa? Garab weyn iga siisay, aad bay igu soo dhaweysay, aad bay iyada iyo agaasimaha telebishinka qaranka, agaasimaha Al-Cadaala, waa ninka kale isaguna gacan weyn ka geystay inaan siyaasadda ka qayb noqdo, iyo wasiirkaygii Mustafa Dhuxul oo isagana Ilaahay raalli ka noqdo. Saddexda qof baa siyaasaddeeda iyo hooyaday macaan oo markasta iyaduna igu dhiirigelin jirtay horumarkaygan halkan ka salaamayo, ayaa saddexdaas afarta qofba siyaasadda inaan tago ka dambeysay kursigaa fadhiisto ka dambeysay. Maashaallah. Su'aasha afraadna senator aan rabay inaan ku weydiiyeno, samafalaa tahay dadka inta badan ma oga, ma jeclana inay muna ay sheegto, laakiin
dad badan ba ka daawaday kulliba snapchat kayga inta qof ay caawisay ciidaha haday noqoto ramadaanta haday noqoto ajir oo taakaas iyo munay waxaanu anigu personal waan ku ogeeyay wax badan baan dadku aan ogeyn oo sama follow aan jecelayn in la soo bandhigo ama igu sawir ay aanay ahaan oo ilaahay taas ka abaalmariyo ajirna kaas iyo su'aasha marka taa ku saabsanad waxa weeye fanaaniin badan oo dhanka fanaaniinta marka taa rabeen aan ku sheego bishan waxaan kursiyey 500 oo qoys ma sha Allah laakiin social media hayso ma gelin mana saasin waxaan igala qayb qaatay oo gacan igu siiyay hablaan asxaabnahay oo Mareykanka degan gabadhaydu waa gabdho badan adigu qaraabadeeda iyo anigu 500 qoysas kale aniguna aan qaatay marka adigu 500 qoys baan sanadkan aanu afursiinay laakiin waxaan doonayaa in xoog saarno inaanu siino 500 oo caruur ah ciidooda inaan bixino dharkooda ciidooda qof walba oo gurigiisa loogu geeyo maasha Allah hagaana waxaan arkaa gudoomiyaha saaxiibada qaaliga Seynab xabsada soo gashay gudoomiyaha Seynab abdu wa salaam Seynab waniga ma soo tole yadoo waniga soo qabtay maal dhawayto le ma baa loogu ina meeshan way shidan tahay meeshan adiga soo qayb gelisaan bay mar hore waxaanu anigii mutaanba waxaan ku fikirnay ramadaan tadeed waatuna COVID-19 oo meel kasta xiran jahannabigu hadda faajo ama pididiyo kale dadkooda entertainment bay siiyaan saas daraadde baanu kolaabar aan kablownay wada abu samaysay maasha Allah taa rabe marka aan rabe tii samafalka waxaan ogaa fanaaniin badan oo jooga xamar oo wadigii geeyay ay soo tusay abdi tahliil ilaahay caafimaad saraacnaa siiyo dad badan oo aad ka warhaysid adigu cumar shooli weynakii ogeen hadda wallahi sugero adaa warka wadatiida kaama buugin bay ilaadaan islaamubiye fanaaniintu aad buu dhibaataysan yihiin fanaaniintu intii la manaafacadsaday shaalida qasacadda cabitaanka marka inuu ka cabnay ku jiro soco iyo cabitaankiini soca hadda qasacadda markuu soca ku jiro filinjeerka ama talaagada laga soo saaro qabow yahay qof walba uu jecel yahay uu cabaa laakiin markuu cabitaankaasi ka dhamaado jidka lagu tuura baabuur baa dardara dameerka dardara dadkaasi laaga wax kasta hadhay waa la nacay marka fanaaniinta cumar shooli hadda 2 sanadood buu muqdisho ku joogay oo xanuunsaday aad buu tabcaanay cid ka warhaysay ma leh cid soo eegtay ma leh qof walba wuxuu ku warhelay markii telefishinku intuu dhakhtarka tagay uu soo wareegtay wuxuu ahaa qof walba oo shooliba magaaladu joogay hadda sidan oo kale ilaahay caafimaad sareecanaha sii cabdikariin faarax taar jiir cabdikariin jiir ninkii laxankii baladweyne inuu leeyahay baan u malaynayaa siduud ogtay isku rugrug wax laxankaasi iyo heestaas isu rugrugto ninkii sameeyey aad buu xanuunsanayaa inkastoo uu haysto ubad dee fiican oo dar yeelay oo danin maanta baahan aanu ahayn oo leenahay la caawiyo aanu ahayn inkastoo faatixa u baahan yahay haddana waxaa la doonayaa dowladdii gaar ahaan wasaaradda warfaafintu iyada qaabilsan fanaaniinta adda seyna waxaa jecelay baxsan khayr allah siiyey wasiirad khadiija gacanta ku haysa oo turki geysaya inta wax walba uu sameeyay dayadiiba midigii uu noqotay sax marka fanaaniintii soomaaliyeed waa la dayacay waliba anigu waxaan eeda saarayaa maadaama dalku burbursan yahay fanaaniinta dhalinyarada ee faheesaha fanaaniintii hore qaada ee ku qaraabta ee taga masraxiyada isla taaga ee oranaya xasuustii hegel war cabdi tahliil war samee xasuustiisi horan adigu waad u tireerayga xasuusta cabdeed haddaad xasuusanaysid waa inaad ka warhaysa cabdi maalinta habeenka joosmayso talaga yaabanaad saddexaysada cabdi tahliil leyaad qaadato 6,000-10,000 inaad qaadataa laga yaaba $100 xitaa ugama quudin waa wax laga xishoodo weeyaan ceeb weeyaan dowladda soomaaliyana waxaa leeyahay horta way qaataan cabdi tahliil hadda mushaar buu qaataa seen waxaa jecel mushaar bay qaadataa laakiin mushaarkii maaha wax qofkii kafeyn karayo qofkii dee uu ku noolaan karayo waran inay fanaaniinta iska warhayso waanay ano asxaabta fanaaniinta maanta u hadlayaa mudda u jawaabaya taa waxa weeyo taa way isku dayaan maanta waxaa jira inankii cabdi yare Hargeysa ku xanuunsanayay almost $20,000 ayay fanaaniintu iska aruurisay saaxiibka cabdifataax hooyana uu soo galay cabdifataax markii muno warku uu soo galay waa best friend may markaa sameysteen hadda aan kaa dhexgala fanaaniinta Hargeysa whatsapp group bay sameysteen nin walba xitaa ma ahayn intaasaan bixin karay nin walba cadad baa lagu xukumay intaasaad bixinaysaa walaaltinimada iyo isgarabsiintuna waa sidaas maanta markuu madaalihii hoblada waa beri la yidhi geeridiisu baa lagu warhelay
ووح إني نحشه النوية وعهب عهب بين غدا عضي هذا ما أنت عبد كريم شيل سلا سو كلا نقول إسمع أنت قف كود أنت العبد من نصه يعني لكن أنت عارف أنت بكاء وسرير كيفه وأنت عارف ماذا يا أرجلنا هذا بس سبب ما أنت هذا تكتي بنت عمر قاع الجوري جدا وقول تكتي يعني هذا فرحة يا دي أنا استحى عنده فرحة كده إني متشيل إذا كم مليومات دولار فيه بهذا وقول لك ناي إن لقى ورقة وين أمريكا وين أمريكا السؤال أنك ويدي منا ما دام أصلا ترت أتاي أو دولة الصومالية ما تكتر سنتها قلها سرعة أت كتير تدو وأنا قلها هوسة أنا كتيرين ما ح أديجو ما كهذا شيء on stage يعني جدها أمريكا إنه كف شراء إنسان قلها سرعة ما كهذا شيء توب كانوا مطري ورمي فنانين تاني أنا هو حاله قدوميها قدوميها ورفافين تبقى كي سوبرته قلها أقل سرعة قدوميها كه كل مرة نقول شيء أنا أقول عرسي كلا أنا جبتهاي أقل كسر وسبي هاي شرعية بضم بارا لما نقصوا داي مكاسد حزن النضوض على الشقيري لي أنسحين تشرعية ده نقول بدنا لكن أنا أقول درس أنا أروح عن صاحب لا هاي فنانين طبعا كاس النضوض يعني بقول إنه كوبي طبعا النضوض فنانين بلا شقيري أم كده فن كان قبل كذي ما شرتوا أنت لا سواها فلسطين ترين في فلسطين أرونا يا عبد الكريم شير بحنا وصلنا يا هذا اللي تقفل بس يدي سوق فرن ولا يهيمبو أيوة ولا يا ساس دراد البعضو قولوا بتقفل صار واي سؤال شيء دي وجود بس هي وح يقهر الرجال ولا الكوت سؤال شيء أتكيت صوتة سنة ترد وقت سلام مرتاح وقاعد هذا ولا الكوت ما شاء الله وحك ودين يا وحيالي ودي بناين لكرت حمر انت سنة ترد هاد انت سنة ترد ها حلك انت هاي زي عمري انت شغلني ما نكا فرحنا بدي بمبا بقو لي بقو حتى دي بكي قوش يا قو حضرنا يسوي دموي ما شاء الله بحي بحير لو قطع تابل والله الوحي يقول دي بدي مركي ورقد انيقو كشاقين يهون افريق ورقد محاكا بدها شباب اي صوص مايين اي حكومين اي يقول هذا الايدي يفهم الكيري بو الدل هلا قبته قماش الجوار كا يده هديله وين فهمي الكير هلا تديله وأنا قال هو يده يفهم الكير يدك يا حمري وتيجي يا حمري وده شو قال وبرقتي مركز أركي أدون كيرنا نكوي يرانا وبركة ورادي قال قراعة والبديله يعني ولا أدون كاكو صيرنا ما تكتي سيا ما تكتي سما له هلك طلنا الطيّة كش قيني سيا أنا شو قال صح وحاجة قال في دريد مركز أنا قلت شو قنا تياتر كقرن كا حفلات ايلاد هي اس ان تي في ام دبلدي انه حفلتي فرحتي انه صوت قبر اكتيد فرحتي اسخر حسي ادت هي مكان عبيتك يلعب بينا الميد كودي قرني وات ها ان يس وات يا قارك لو ان سنتر سؤال شيء قدام بس ربينا كو سو خرعاوا ان دورشد وين عسى مردو شان تيجي سؤالاتنا ميت كمدة always أنا قلت يا أصحاب توان راس نجاك خلاص ميت عطك عطك ما يسمى ال الموبايل كار فو مقلا كاروقات ها إن حطي أي حطي هو يا دوب كتير رئيسة جاي عاونة يا كتير سؤال شو تقول تبي سعر وصل ترينا كوسو قبل قبل واحد ويا دورشة دوي سوينو نسينوك نهاية بدة مركة كوبيك 19 كانوا دماغه سؤال شو تقول كوسو حري حطي فرماشو يا خيرة haddii labadoodu nimbay soo sharaxaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya maanta ya taageerisa labadooda hadii soo sharaxaan waxaan taageerayaa marka ka dhax arko siyaasadda qofkii Soomaaliland gobolada aan ka soo jeedo qadiyadooda aan u fadhiyo kursiga aan matelayo oo aan hay hormoodka in la walaaloobo aan ka dhax arko qadiyada Soomaaliland gacanta ku haya I'm going to go to the house. ولي سياسات ولي ما أفرت هذه السنة بين دماني سلوشن كوفة إما يا جبا جبا ده وطن بيسو حرانة يا مركي أنت الودشقيني أفرت هذه السنة دوت وحاول في عنا هبل
لكن ولي شقدي بسعوتها وحرمات تضوض بقول يا تضواتك قف يجترى إلى دماتي بالله بصوا ولا قرطان سنة المنى عمر حسن أو وقتي قالي أنا لك هذا طيب منى آد يا آد بانك هاجم ما حد علني أنا جا يوم متان يا سؤالي سيدا ما دمتان يا ولد بس سوما وانا ما استعد ولد بس وما تنتي ما السلام يا دماتي لديك يا صحابتك لك في شرط الله منى عمر حسن إنستغرام كده أورجينال كواكا أنكرك بدح ذا سنة ردة شرف يا كرامي نوعه إن الصوب وقتي